صاحب الأمر وعين السماء، صلت على ذكره الأنبياء، فهو سميع المصطفى أحمدي، حفيد خامس أهل الكساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. للارتباط بإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أعمال وأمكنة وأزمنة. من الأزمنة ليلة 15 من شعبان ويومها، وقت عظيم للارتباط بحجة الزمان. هذه الليلة ليلة مباركة من ليالي القدر، آل الله عز وجل على نفسه أن يمحي ذنوب العباد وأن لا يرد سائلا سأله في كل ما يسأل إلا إذا سأله عن معصية، في غير ذلك يستجيب الباري عز وجل لأدعية المؤمنين. من الجدير بأهل الإيمان أن يستثمروا هذه الليلة ويكثروا من الدعاء بالفرج، فإن في الفرج فرج جميع المؤمنين، ولا يقتصروا في أسئلتهم عن حوائج الدنيا، يطلبوا حوائج الآخرة، يطلبوا المعرفة، يطلبوا المغفرة، ثبات القدم هم وذرياتهم. لحظة واحدة من الانقطاع في هذه الليلة والاستجابة للدعاء تحيي العمر كله، تنجي الإنسان في دنياه وفي أخراه. فلا ينبغي للمؤمن أن يقتصر بحوائج الدنيا، حوائج الدنيا زائلة، فليطلب الأشياء الثابتة المستقرة الدائمة. الباري عز وجل آلى على نفسه أن لا يرد سائلا، كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام. وفي الأدعية والأعمال الواردة في هذه الليلة إشارة إلى أنها ليلة القرب من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهذه الليلة فليطلب المؤمن القرب من إمام زمانه، الاتصال بإمام زمانه، أن يعاهده على أن لا يخالف له أمرا، لا يفعل قبيحا، لا يرتكب معصية، حتى يحظى بالقرب وبالاتصال. هذا الزمان الأول. الزمان الثاني المستفاد من الروايات ليلة القدر، وهذه الأيام القادمة إن شاء الله في شهر رمضان المبارك باب للمؤمنين،
أن يعرفوا كيف يرتبطوا بإمام زمانهم، ما هو زمان الارتباط به. ليلة القدر من أعظم الليالي، في هذه الليلة تظهر خلافة الإمام صلوات الله عليه على كل الخلائق، خلافة الإمام وحكومة الإمام على كل عالم الإمكان تظهر في هذه الليلة. تتنزل الملائكة والروح عليه بمقدرات العباد بأسمائهم وأعمالهم وخصائصهم، شخص شخص يعرفه، كلها تعرض على الإمام. إذن ورقة العمل التي يدون فيها أعمال الإنسان تدونها الملائكة الكاتبون تعرض على إمام الزمان في هذه الليلة، ليلة القدر. وفي هذه الليلة أيضا، ليلة 15 من شعبان، هي وسيلة ارتباط، وسيلة اتصال. رواياتهم الواردة بهذا الشأن روايات كثيرة، والتشابه كبير بين ليلة القدر الرمضانية وليلة القدر الشعبانية، الترابط هم موجود، وهناك حكمة وفلسفة لماذا ليلة 15 من شعبان تعد من ليالي القدر، وما هي علاقتها بليالي القدر الرمضانية. في الأخبار المتواترة وردت هذه المعاني، منها هذه الرواية في تفسير القمي بأسانيد معتبرة عن الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام، ثلاثة من الأئمة تحدثوا عن هذه القضية. في تفسير قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، في معنى هذه الآية، قالوا كلام واحد منطوق واحد، يقدر الله كل أمر من الحق ومن الباطل، وما يكون في تلك السنة من الباطل، يعني حتى أهل الباطل يقدر لهم ذلك لأنهم يريدونه ويطلبونه، وهذا هم بي كلام مفصل. وما يكون في تلك السنة وله فيها البداء والمشيئة، يعني يمكن أن يغير الباري عز وجل، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من الآجال، في هذه الليلة هم نفس الشيء، والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض. الأمراض يعني التغيرات التي تحصل داخل البدن، مرض. الأعراض الأشياء الخارج البدن كالكسور والرضوض، هذه أعراض مو أمراض. شخص يده تنكسر لا يقال له مرض، يقال له عرض. أما إذا كان من داخله بتعفن المزاج أو بتلوث المزاج أو بدخول جراثيم وفيروسات خاصة يقال له مرض. فهنا هم الرواية تقول: الأعراض والأمراض، ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاء. زين، هذا كله الباري عز وجل يقدره ويسلمه، يلقيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد
ثم تتسلسل هذه الصحف إلى أمير المؤمنين من رسول الله، يعطيها إلى أمير المؤمنين ويلقيه أمير المؤمنين إلى الأئمة عليهم السلام. هذا هم إلى كلام إن شاء الله إذا فرد ليلة تحقق التوفيق أتحدث عن هذا. أكو قوس نزول وأكو قوس صعود في المقدرات. هذا الآن في قوس النزول من الله إلى رسوله إلى أمير المؤمنين إلى سائر الأئمة عليهم السلام، حتى ينتهي ذلك إلى صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. لاحظ هنا العبارة والعظمة. ويشترط له ما فيه البداء والمشيئة. يخير هو أن يمضي أو يغير. خلافته وحكومته على العباد تظهر هنا، وله التقديم وله التأخير. حجة إلهية مطلق الصلاحية في أمر العباد، فالذي يرتبط بإمام زمانه بهذه السلطة وبهذه الخلافة كم يبلغ من المطالب؟ هذه الرواية في تفسير القمي. إذن آخر ما يصدر من المقدرات الإلهية ما يمضيه صاحب العصر صلوات الله. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. في رواية أخرى إن الله يقدر فيها في ليلة القدر الآجال والأرزاق، وكل أمر يحدث، كل الحوادث، من موت فلان يموت وفلان لا يموت، وحياة، أو خصب ينزل المطر فتحيى الأرض، أو جدب لا ينزل المطر فتموت الأرض، أو خير أو شر، وجملة من الأشياء أيضا ذكرها، إلى أن قال تنزل الملائكة وروح القدس على إمام الزمان. هو القطب، هو المحور، ويدفعون إليه هاي الملائكة والروح ما قد كتبوه من هذه الأمور. إذن المدبر التنفيذي لعالم الإمكان من هو؟ صاحب الزمان. أمركم بيده، مقدراتكم بيده، أرواحكم بيده، علومكم بيده، أرزاقكم بيده، فكيف يكون الارتباط به والاتصال به؟ اللي يغفل ويدير ظهره إلى هذه الحقيقة هو خسران. في رواية عبد الله بن سنان إذا كانت ليلة 19 من شهر رمضان قسم فيها الأرزاق، وقد تقرأ قسمة، وكتب فيها الآجال، وخرج فيها صكاك الحاج اللي يقدر لهم أن يحجون، يصدر لهم صك بالحج، واطلع الله إلى عباده فغفر الله لهم إلا شخص واحد لا يغفر له حتى في ليلة القدر. هذه الليلة التي
آل الله تبارك وتعالى على نفسه أن يمحي ذنوب العباد شخص واحد حسب هذه الرواية لا يغفر له وهو شارب الخمر، لا يغفر له حتى في ليلة القدر. فإذا كانت ليلة 23 فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق يعني يقدر ويميز، ماذا يعطى لفلان، كم من العمر يعطى لفلان، كم من الأولاد، كم من الرزق، يفرق، تفصل المقادير. ثم ينهى يعني تتم صحف المقدرات، تتم القوائم، تكتمل. ثم ينهى ذلك ويمضي. قلت إلى من؟ سائل يسأل هذا عبد الله بن سنان، وهو من الرواة الأجلاء الثقات، فيسأل إلى من تمضي هذه الصحف والقوائم؟ قال إلى صاحبكم. في رواية أخرى يلقيه إلى صاحب الأرض وهو صاحبكم. هاي الرواية في زمان الإمام الصادق، ها، إلى صاحبكم اليوم هو حجة الزمان صلوات الله عليه. تضافرت هم الأخبار بأن ليالي القدر 3، وهذا متعارف، جمعوا بينها بوجوه للجمع. أذكر فقط الوجه الذي ذكره العلامة المجلسي فقط، لأن البحث الآن مو رمضاني، فقط بمقدار بيان أن نافذة الاتصال بإمام الزمان من ناحية الزمان غير 15 من شعبان ليلة القدر. أعدوا أنفسكم إلى هذه الليالي للاتصال بإمامكم. يقول العلامة المجلسي: يظهر من بعض الأحاديث أن الليالي 3 هي ليالي قدر، كلها ليالي قدر، وإن كان الباري عز وجل يسمي ليلة القدر بليلة واحدة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ولكن الروايات فصلت، قالت 3 ليالي، بيّنت المجمل القرآني، وتقدر الأمور في الليلة الأولى ليلة 19، وقد تغير بعضها، تغير عن مجرد تقدير. في الليلة الثانية تتغير ربما بكثرة الدعاء والعبادة، المؤمن ربما يقدر له الموت في ليلة 19 بكثرة عبادته ودعائه في ليلة 21، تغير له المقادير، يعطى فرصة أخرى في الحياة، ربما يقدر له المرض يعالج من المرض، ربما يقتر عليه الرزق يوسع عليه الرزق، لأن ليلة 19 فقط تقدير، ليلة 21 ممكن يجري فيها تغيير، وتختم في الليلة 23، بحيث بعد تغيير ماكو، إذا أكو تغيير شيء بسيط جدا على حسب توجيه العلامة المجلسي. إذا واحد يريد مثال حسي حتى يدرك هذه الحقيقة، العلامة المجلسي يمثل القضية بأوامر الملوك. يقول الملك ربما يصدر فرد قرار، يصدره شفويا، بس بعد ما صاير هذا القرار رسمي، ما مدون في السجلات. القرار الأول ليلة 19، إذا دون في السجلات ليلة 21، ومع ذلك
القرار الأول قابل للتغيير، القرار الثاني هم قابل للتغيير. متى لا يكون قابلا للتغيير؟ إذا ختم ما دون في سجلات الملك بعد لا يقبل التغيير. التقدير الإلهي هم هكذا. إذا نلاحظ بأن قطب الرحى في عالم الإمكان هو إمام الزمان. ارتبط بإمامك، جد وسيلة للارتباط به، إما بأعمالك وإما بالأمكنة التي تتحرى فيها وإما بالأزمنة. وهذه الليلة فرصة عظيمة، وليالي القدر فرصة أخرى. من فاتته هذه الليلة لا تفته ليلة القدر. لذا ورد استحباب الإكثار من الدعاء له في هذه الليلة، وحتى في هذه الليلة، في هذه الليلة مضافا إلى الأدعية والزيارة وزيارة الحسين صلوات الله عليه، التصدق عن إمام الزمان في هذه الليلة مهم جدا. تصدق لسلامته، هذا يدخل السرور على قلب إمامك، وهو وسيلة ارتباط به. التعهد والالتزام، هذا وسيلة ارتباط به. في ليالي القدر هم هكذا ورد استحباب كثرة الدعاء بالنصرة والإمداد، وكذلك الدعاء بالفرج. منه هذا الدعاء: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن. هذا أكثر منه في مثل هذه الليلة وفي ليالي القدر. المؤمن يدعو لإمام زمانه، والإنسان العادي بمقتضى طبعه الأولي وهو مليء بالنواقص، إذا علم أن هناك من يدعو له في ظهر الغيب كم يدخل السرور في قلبه. ادعو إلى إمام زمانك حتى هو هم يدعو لك. لا تفكر هذا التفكير القاصر الذي قد يوحيه الشيطان إلى بعض الناس: الإمام ما محتاج إلى دعائك، الإمام لا يحتاج إلى استغاثتك. القضية مو قضية حاجة، قضية ارتباط ومحبة وإظهار ولاء وإظهار قرب إلى الإمام. حتى وإن لم يكن الإمام محتاج إلى دعائك، أنت محتاج إلى دعائك، أنت تتقرب إليه بدعائك. لا يخدعنكم الشيطان عن مثل هذه الأشياء. لذلك في الصلوات مستحب في تشهد الصلوات تقول: وقرب وسيلته، تقبل شفاعته وقرب وسيلته. رسول الله محتاج إلى دعائك، أنت تتقرب. ورسول الله بالنسبة إلى الله يحتاج، فقير. لولا الله، لولا عطاء الله المعصوم، شنو اللي يملك من نفسه؟ هيج، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هو بالله كل شيء، من دون الله لا شيء. هذه هي العقيدة الصحيحة، خذوها هكذا بلا مغالاة بلا تقصير في العقيدة. المعصوم كل شيء هو بالله. لا يتوهم متوهم أنه يقول أنكم تقولون هو من دون الله كل شيء، أبدا لا أحد يقول بهذا. عقيدة آل محمد عليهم السلام أنهم بالله كل شيء، ومن دون الله ليسوا بشيء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله غني حميد. إذن لا ينخدع الإنسان يقول: أنا لماذا أدعو لإمام زماني؟ إمامي ما محتاج. الإمام يحتاج إلى دعائك
عند الله عز وجل. من تقرون دعاء الغيبة اللي أشرت إليه بالأمس تعرفون هذا المعنى، وهذا إلى تفصيل عميق الآن مو في وقت بيانه، بس اعرفوا أن دعاءكم لإمام زمانكم ينفعكم أنتم أولا ويقربكم من. في خبر يرويه الشيخان المفيد والطوسي بإسنادهما عن الصادق عليه السلام: لو قرأ رجل ليلة 23 من شهر رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر 1000 مرة إذا قرأها لأصبح وهو شديد اليقين، هذا اليقين اللي أهل القلوب يخوضون به اللجج ويبذلون المهج بلوغ اليقين، وليكون من الموقنين. حتى إبراهيم يطلب هذا. 1000 مرة إذا قرأت إنا أنزلناه في ليلة القدر لأصبح وهو شديد اليقين، بلام التأكيد. بشنو اليقين؟ بماذا يصير عنده يقين؟ بالاعتراف بما يخص به فينا. أكو فد هدية خاصة، فد عطية خاصة يخصونه بها تتعلق بآل محمد عليه الصلاة والسلام. إذن يصير عنده المشاهدة العقلية تصير مشاهدة حسية ويشعر بها ويدركها، بس يصحى الإنسان من نومة الغافلين يقوم يشعر بهذا الشيء. غالبا الناس إذا ناموا غفلوا، وإذا أصبحوا أخذتهم الدنيا لا يلتفتون، إذا التفتوا أدركوا. يبلغ اليقين ويعطى هدية خاصة منهم عليهم السلام. إذن في ليلة القدر إذا يعمل الإنسان هذا العمل ومثل هذه الليلة ويطلب الارتباط بإمام زمانه، ربما يتحف بهذه الدنيا، يحتاج سعي. أن تهيئ الاستعداد، النتائج عليهم. هذا الزمان الثاني للاتصال بإمام الزمان. الزمان الثالث يوم الجمعة، يوم الاتصال بإمام الزمان. الشرع مو اعتباط جعل يوم الجمعة يوم عطلة، قعود عن الدنيا، غفلة عن الدنيا، تخربت الحياة بسبب الثقافة المادية الحاكمة على البشر اليوم. الجمعة هم يوم عمل، شوكت صاير التعطيل، البعض سبت وأحد لعب من تحت الستار تجري في هذه. المؤمن يوم الجمعة يقعد عن الدنيا ويتوجه إلى الآخرة وإلى إمام زمانه في يوم الجمعة. لذا وردت فيه هم زيارة مخصوصة له، تزوره زيارة مخصوصة. ورد في هذه الزيارة، لاحظوا العبارة حتى تعرفون شقد عظيم يوم الجمعة، شون فرصة عظيمة: يا مولاي يا صاحب الزمان، هذا في يوم الجمعة هكذا تقول، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك، هذا يوم الجمعة. هذا نوع من الاستغاثة، هذا يوم العطية، هذا يوم
عناية، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك، والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك. هنا لاحظوا العبارة جد عظيمة، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، ضيف نازل عندك، جار نازل عندك، مستجير، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. هذه زيارة في يوم الجمعة، فيها دلائل. من الدلائل أن يوم الجمعة يوم خاص بصاحب الزمان، وهو اليوم الذي يتوقع فيه الظهور. المنتظرون في كل جمعة يترقبون الظهور، المنتظرون. فينبغي للمؤمن إذن في هذا اليوم أن لا يغفل، منذ أول صباحه يسلم على إمامه ويزور بهذه الزيارة. يوم العناية والاتصال. الملفت أن الإمام صلوات الله عليه مأمور بالضيافة والإجارة، تكليفه أن يستضيف المؤمنين، تكليفه أن يجير أهل الإجارة، تكليف. هل الإمام يخالف أوامر الله عز وجل؟ في يوم الجمعة تكريمان أكو للمؤمنين، تكريم ذاتي وتكريم وظيفي. التكريم الذاتي هو كريم من أولاد الكرام، هم أصل الكرم. إذا يستضيف الكريم، يستضيف إنسانا، شنو يعطي ويقدم له؟ وتكريم الوظيفة، الله عز وجل آمره بأن يستضيف العباد في يوم الجمعة. إش قد يخسر هذا اللي يروح في يوم الجمعة، يغفل عن هذه القضية. بين يديك الضيافة، بين يديك الكرم، ولكن الإنسان أحيانا يغفل. وهذا هو مرتبة من مراتب الربوبية، ها، مرتبة من مراتب الربوبية الإلهية للعباد. يأمر وليه وخليفته في الأرض أن يستضيف العباد ويستجير. ولعل اعتبار يوم الجمعة يوم عيد ناشئ من هاي الجهة، أنك تستضاف من قبل ولي الزمان، وحاجاتك ومطالبك مقضية، وفيه فرج عن المؤمنين. في الأخبار الشريفة تضافر أن الأيام، أيام الأسبوع، مقسمة على المعصومين. هاي نكتة معرفية مهمة هذه. في كل يوم أكو اختصاص لبعض المعصومين في ذاك اليوم، هو الذي يعذب ويضيف العباد. السبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحد لأمير المؤمنين وفاطمة. الاثنين للحسن والحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهكذا سائر الأئمة الطاهرين في كل يوم مخصوص ببعض المعصومين. استغيثوا بهم بكل معصوم في يومه. أنت في ضيافته، إذا عندك حاجة توسل يوم السبت برسول الله، يوم الأحد بعلي وفاطمة، يوم الاثنين بالحسن والحسين، وهكذا. يوم الجمعة استغث بحجة الزمان صلوات الله عليه، وهو يوم عيد. الشيخ الصدوق في الخصال روى عن الصادق عليه السلام، لاحظوا الجمعة شقد إلى أثر، شلون لازم أهل الإيمان يلتفتون إلى هاي النكات ويترك الدنيا يوما في الأسبوع ولو يوم، لأجل أنفسهم، لأجل نفوسهم، لأجل آخرتهم. قال: الجمعة للتنظف والتطيب، تنظيف البدن، تنظيف المظهر، وتنظيف الجوهر. لذلك يستحب الحضور في المساجد، وأكو صلاة جمعة واستماع إلى خطبة. نظف الظاهر وتنظف الباطن، وهو عيد المسلمين. الإمام الصادق يقول: وهو أفضل من الفطر والأضحى. عيد الفطر شقد الناس يهتمون به، الجمعة أفضل منه. عيد الأضحى شقد الناس تهتم به، الجمعة أفضل منه. المسلمون مما يؤسف له أضحى وفطر يعزلون ويعطلون أعمالهم وينشغلون بأفراح العيد، يوم الجمعة يشتغلون. وهو أفضل من الفطر والأضحى. ويوم الغدير أفضل الأعياد، وهو 18 من ذي الحجة، وكان الغدير يوم الجمعة. ستعرفون شلون الأشياء مترابطة مع بعضها، ماكو شيء عبث هكذا. بعد: ويخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة. بعد: وتقوم القيامة يوم الجمعة. وما من عمل يوم الجمعة أفضل الأعمال، هو أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن تلاحظون يوم الجمعة يوم الاتصال بآل محمد. من يمثلهم في زمانك هذا؟ حجة الزمان، إمام زمانك. أكثر من الصلاة عليهم وألحقها بالدعاء بالفرج، وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وألحق الحقها بهذا ولعن أعدائهم. هذا الذكر الكامل الذي يشتمل على كل الأذكار ويشتمل على أهم دعاء، الدعاء بالفرج. هذه أمور ميسورة بأيدينا، حريم الإنسان يضيعها. ويستحب قراءة دعاء الندبة. وما أدراك ما دعاء الندبة؟ من وسيلة ارتباط بإمام الزمان صلوات الله عليه. فيه شعور عميق من المؤمن باللهفة إليه والشوق، تحرق. إذا قلبك ما يتحرق مو معلوم الباب ينفتح، لازم قلبك يحترق شوق.
في كثير من أدعية يوم الجمعة موارد طلب النصرة وتعجيل الفرج، وفي تعقيب ظهر يوم الجمعة وارد هذا الدعاء. مختصر منا أقول، يعني فقرة منه: إلهي اشتري مني روحي، إن الله اشترى، اشتري مني روحي التي أوقفت لك وحبست على أمرك بالجنة، خذ روحي إليك وأعطني الجنة. مع معصوم من عترة رسول الله المحزون لمظلوميته، وما نسب لولايته بأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت من الظلم والجور، اللهم عجل فرجه. خلي يسمع منك إمامك هذا النداء، خلي يشوفك أنت في هذه اللحظة في يوم الجمعة حتى تحصل فرصة اللقاء. زين، الزمان الرابع، لكم خلق بعد لون. اليوم الرابع للاتصال، وهذا ربما سيستغربه البعض، ولكن شوفوا الإمام الصادق والإمام الباقر ماذا يقولان عنه. يوم النيروز وسيلة ارتباط بالإمام صاحب الزمان. لماذا؟ لأنه اليوم الذي يظفر فيه على الدجال وينتصر عليه، يوم النيروز. هذه القضايا ليست اجتهادية، ليست ذوقية، أدلة نقلية، روايات معتبرة تكشف عنها. البشر من دون معصوم لا يعرف هذه الحقائق. جمع من أعلامنا الكبار أشاروا إلى هذه الحقيقة، منهم العلامة ابن فهد الحلي في كتاب المهذب البارع، لاحظوا أشار إلى هذه الحقيقة، ومنهم العلامة المجلسي في البحار أشار إلى هذه الحقيقة، ومنهم المحدث النوري في كتاب النجم الثاقب أشار إلى هذه الحقيقة. ليست قضية اجتهادية منهم، روايات دالة عليها. لاحظوا مثلا العلامة ابن فهد الحلي بسنده عن المعلى ابن خنيس عن الإمام الصادق يروي هذه الرواية، يقول: إن يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ فيه النبي صلى الله عليه وآله العهد بغدير خم. إذن هنا صار عندنا دلالتين على يوم الغدير، كان في يوم جمعة ومصادف يوم نوروز ونيروز الغدير. فأقروا له بالولاية، أو فأقروا له قراءتين إليه، فطوبى لمن ثبت على الولاية عليها. هاي طوبى هم نفسها بها كلام، شنو هاي طوبى هواي واردة في الروايات. والويل لمن نكثها. بعد: وهو اليوم الذي وجه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى وادي الجن. وادي الجن معروفة في كتب التاريخ، ارجعوا إليه. فأخذ عليهم العهود والمواثيق، لأن الجن صنفين: شيعة موالون ويهود، ماكو صنف ثالث في الجن. أخذ أمير المؤمنين عليهم العهد والمواثيق بالولاية
وهو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان في قضية الخوارج، وقتل ذا الثدية اللي من زعمائهم كان. بعد وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت عليه الصلاة والسلام. ويظفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة، أنباء عن المستقبل. يوم الظهور صادف يوم جمعة ويوم نوروز، وما من يوم نوروز إلا ونحن نتوقع فيه الفرج، الإمام الصادق يقول، لأنه من أيامنا. لاحظوا العبارة، يوم النوروز من أيامنا أهل البيت، حفظه الفرس وضيعتموه. لكن الفرس حفظوه كعيد ملي، كعيد شعبي، غير ملتفت إلى هذه الحقائق الموجودة. هذا هم في الضياع آخر، هذا هم في التضييع آخر. هاي الرواية في المهذب البارع لابن فهد اللي يريد يشوفها. العلامة المجلسي هم وصف هذا الخبر بأنه يدل على اعتبار النيروز شرعا معتبر، يعني هاي هم رواية وفيها أحداث ووقايا. وهو أقوى سندا وأشهر بين الأصحاب، ولكن الحديث عنه شنو؟ قليل. هسه أكو بعض الروايات طبعا واردة في نفي اعتباره أو أنه لا يعتبر، هذه محمولة على التقية، ولا هاي الرواية حاكمة في المسألة. زين، العلامة المجلسي هم في البحار اللي يريد يرجع إلى البحار سمى حتى الأسماء، أسماء الأشهر اللي باللغة الفارسية واردة هي أسماء ملائكة. ذكر العلامة المجلس روايات عديدة في هذا الشأن في البحار اللي يريد يرجع يشوف. زين، النيروز شنو هو؟ أول أيام السنة الشمسية، الشمس لها تأثير ولها اعتبارها. لعل ما ورد في دعاء الفرج، في دعاء العهد عفوا الشريف، اللهم أرني الطلعة الرشيدة، الطلوع لمن؟ طلوع للشمس، والغرة الحميدة. إذن هذا هم ربما يشير إلى هاي السنة الشمسية، إلى النيروز، أول سنة الشمسية. أرني الطلعة الرشيدة. ورد في دعاء يوم الجمعة عن الإمام الكاظم عليه السلام إشارة ثانية، يقول أن تلتفت إلى الشمس في يوم الجمعة، تلتفت إلى الشمس وتقول السلام عليك أيتها الشمس الطالعة. إذن للشمس هم أكو إلها حضور تأثير، وفي آيات عديدة من القرآن إشارة إلى أن الشمس تدرك وتعقل وتعقل وتحس وتشعر برتبة من الإحساس والعقل. كل الخلائق هكذا، لا يوجد عندنا شيء في المخلوقات لا يحس ولا يشعر ولا يعقل، لا يوجد. الإحساس والشعور يختلف، يتفاوت، درجات الحس ودرجات العقل تختلف. وإلا الباري عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح
بحمده وإن من شيء. ماكو شيء لا يسبح. كيف يسبح وهو لا يعرف ربه؟ كيف يسبح وهو لا يشعر ولا يحس ولا ينطق؟ فلو توجه أهل الإيمان في رأس السنة الشمسية إلى أنه يوم الظهور المبارك وجدوا سبيلا للارتباط بإمام زمانه. هسه لاحظتوا شقد الارتباط بالروايات يغير مجرى حياة البشر من الانشغال بالأمور غير المهمة والإعراض عن الأمور المهمة. في ليلة مثل هذه الليلة، ليلة 15 من شعبان، الأهم الانشغال بالعبادة والتقرب والدعاء والزيارة وبناء المستقبل ببركة حجة الزمان. لكن الاهتمام في ذاك الجانب، الجانب الآخر، وقلة الاهتمام في هذا الجانب، في النيروز هم هكذا. إذن للارتباط بإمام الزمان أزمنة، هاي الأزمنة نوافذ للارتباط وللاتصال بالإمام. كل من يلتفت إليها ويسعى للارتباط لعل الله عز وجل يشمله بعناية خاصة فيصل إلى المطلوب. لهذا الكلام تتم إن شاء الله غدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صاحب الأمر وعين السماء صلت على ذكره الأنبياء، فهو سميع المصطفى أحمدي حفيد خامس أهل الكساء.